ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلوج جديد من فلوج بتاعتي دردشة مكياج. معكم ربعة فاطمة الجاوي. اكتشفت نفسي اني انا ما اعرف اتكلم واتمكياج في نفس الوقت, يعني مو سهلة الشغلة. انا كنت احسبها سهلة مع اني انا ملتي فانكشن, اسوي اكثر من شغلة في الوقت نفسه, بس طلعت الحكاية عبارة عن تدريب والله. اطول ولكم معايا. ثاني حاجة انا اتكلم من غير سكريبت عشان كذا اخذ راحتي. اللي عنده خدمة يوتيوب ريد يقدر يحطني بس صوت, يعني من غير صورة زي الراديو, أو تقدر تسرع الفيديو. وفضل الله أمرك, الناس اللي يعرفوا معاني الكلمات يترجموها, لأنه ما أبغى أسوي أكثر من شغلة. يعني صاحب صناعتين كذاب والثالث حرامي, وأبغى أكلمكم وأتمكج وأترجم. بايخة بايخة من جد بايخة. و اللي عندهم concerns على كلمة بيتشا, ترى كلمة بيتشا مو بالمعنى اللي انتو تعرفوه في أمريكا دائما استخدموه. اليوم حتعرفوا ايش معنى كلمة بيتش ولا بتاشا ولا اوكي. تعالوا احكيكم الحكاية. صار لي فترة روح الجيم في الليل بس كده جدول, يعني مرة تعبان. عادة في أمريكا لما أحد يسألكم كيف حالكم طيبين, يعني كده out of courtesy بس مجاملة. يعني مثلا لو أحد سألك ما يتوقع مني إنك أنت تجاوبي أوه أنا تعبان أنا مدري, لا يعني okay I'm fine I'm good, يعني that's it. هذا الكومن, يعني think هذا الشيء الغالب يعني اللي يصير. ففي الليل شفت الليل في ناس يجوا يداوموا, ففي واحد أتوقع عمره 25 سنة على الريسبشن ديسك. فسألته لا هو سألني how is it going, كويس, how about you. قام يقول لي أنا تعبان من الشغلانة هذي, أنا زهقان, أنا تعرفوا اللي يقعد يتشكشك يتبكبك, الشكاية البكاية هذي يقولوا عليها bitch. فقاعد يتباتش كده ومدري. انا زي ما باخذ وقت معاك, كان اصلا ماني فاضيه وماني جاي عشان اقعد ادردش, انا جاي عندي شو اسمه ساعه وامشي, يعني هذا الوقت اللي شو اسمه ده المسموح لي. فقعد يقول انا شو اسمه ده الشغلانه هذه والشغلانه هذه, وانا بعدين انا ايش شغلانته, بس يوقف على هذا على الريسبشن ويرجع الاوزان وقت ما الناس يعني يخلصوا وما يرجعوها, يعني هذه شغلانته. بس أقول لكم حاجة, لا حد إذا كنتوا خصوصا أولاد, أنا قاعد أتكلم أصلا عشان الأولاد, ما حد المفروض يشكى من وظيفته. يعني في شكوى عن شكوى تفرق, يعني مثلا في لما مثلا أقول لك أوه والله اليوم how's the day, كيف كان اليوم, تقول مثلا أوه والله اليوم كان عندنا الكاستمر الفلاني وسووا معنا مشكلة ومدري إيوه, يعني هذه it's fine, يعني هذه أصلا واحدة من المحادثات اليومية. والله واحد راجع بيته مرته بيسأله كيف كان اليوم, مدري والله فهمتوا زي كذا. لكن لما أجي أتشكى بصيغة إنه والله أنا ماني مستحمل الشغل, أنا أبغى ما أبغى أشتغل, الشغل متعب, الشغل, تعال أقول لك مين قال إنه في شغلانة في الحياة؟ لا إيش الغرض من الشغل أصلا, يعني إيش الغرض من الشغل؟ وتجيب فلوس عشان تسدد فواتير, وتجيب فلوس عشان تخش راسك تحت بيت, وتجيب فلوس عشان تاكل وتشرب وتلبس عيالك ومرتك واللي عندك. مين قال انه الشغل لازم يكون متعة؟ مو كل الشغل متعة, يعني نادرا ما تلاقي انه نادر حتى انا لسه ما اعرف لسه ما اكتشفته الشغل هذا اللي تستمتع فيه وانت تسوي. انا ما اعطي مجال للناس انه يقعدوا يتشكوا من شغلهم, بس فكرة انك انت تتشكى كرجال كده قدام عيني, يعني طول بعرض ما فيك ولا مصيبة, يعني الحمد لله فيك الصحة وفيك العافية, ما تتشكى انت اصلا بمجرد ما انه انت عندك شغل, عندك المقدرة انك انت تشتغل, انت تقول الحمد لله.
من جد تقول الحمد لله. في ناس كتير ترى ما هم لاقين الشغلانة هذه أول حاجة. تاني حاجة يعني أنت تبي تقول تفني صحتك وعافيتك في إيش؟ أنا أبغى أعرف. قول لي يعني تبي تتبطح تبي تتمردح. بعدين الغريب في الموضوع إنه مو بس صار لي ذا الموقف مرة واحدة، أكثر من مرة ومن رجال. يعني أنا أفهم لو البنت تيجي تتشكى تتبكى، أنا أتفهم البنت هذه شهرية لو تتشكى تتبكى أنا أصلاً ما أشرح عليها. لكن أشوف رجال طول بعرض شنبات قسماً بآيات الله كده يطيح من عيني قاع من جد يطيح قاع. إيش ترى ما في رجال، ما في رجال يعني يقعد يتشكى يتبكى لمرته ولا الأم ولا الأخته ويكون مرة أو ماي جاد مرة مرة سكسي. ما تجي تقولها أو ماي جاد شفتي شو اسمه خطيبي اليوم قاعد مرة مرة يتشكى عن الشغل. واحدة تجي تاني تقولها أو بالله أو ماي جاد مرة سكسي. لا لا مرة ما يجي ما يجي مرة ما يجي. يعني أنا ما تخيلني يكون في حياة رجال زي كده تتشكى الشغل ما تبغى تشتغل. ايش تبغى تسوي يعني انت؟ هل انت قاعد تفكر بالاشياء الثانيه اللي مرتبطه بالستيتمنت هذه انا ما عاد بشتغل او انا ما بشتغل؟ ايش الامان اللي انت تحسسه اللي تعطيه لعائلتك؟ ابغى افهم انا. يعني انا طول ما انا قاعده بسمع مثلا زوجي ولا ابويا يقول لا انا بطلع من الشغل انا بطلع من الشغل. انا بكره الناس ترى ما اضمن يعني انا ماني ضامنه لقمتي معك، ماني ضامنه مستقبلي معك، ماني ضامنه انه بكره النهار والله في قرش احنا شايف يعني في قرش لامينه عشان يسوي في حاجه احنا نشتهيها. كمان يعني stop preaching about your job. قول الحمد لله. تعرف ايش يعني قول الحمد لله؟ عيب 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 الرجال يتشكى، عيب. أنا ما قد عمري في حياتي سمعت أبوي يقول الشغل 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 تعبنا. يعني دائما كنت أسمع أبوي يحكي إنه كيف هو كان فخور بنفسه لما دائما أبوي يتكلم عن شغله أيام زمان إنه بفخر يعني إنه اشتغل وتعب وطلع فلوس من عرق جبينه. يعني وابويا ما كان مو من النوع اللي كان يشتغل على مكاتب، ما ادري كان رجال يعني هاندي. ايش يعني هاندي؟ يعني اشتغل بيده نجارة طبخ شيل حط سواقة، يعني اشياء تطلب بنية اشياء تطلب عافية. يعني دائما ابوي يتكلم عنها بفخر. انت قاعد على مكتب ما تسوي شيء، بس قاعد على مكتب تقول لي انا ما ابغى اشتغل، عيب عيب. ما تفكر يوم من الايام تيجي تقول لي اهل بيتك انا ما عاد ابغى اشتغل كذا اوت اوف ذا بلو من لا شيء انا ما ابغى اشتغل. ترى تطيح من عينهم قاع حتى لو ما قالوا لك، والله حتى لو ما قالوا لك انت طايح من العين. يعني خلاص انتهى امرك انتهى. ما ايش 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 الرجوله ايش الرجوله ايش الرجوله في الكلام هذا؟ يعني ايش 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 فين الرجوله في انك انت ما عاد تبغى تشتغل؟ انا ابغى اعرف. بعدين ايش تبغى تقعد تسوي؟ ترى ما قاعد اتكلم عن الناس اللي حتى اتوقع الناس اللي عندهم ما شاء الله يعني مرتاحين ماديا. ما تخيل رجال كده قاعد في البيت لا شغل ولا مشغله كده عطالي بطالي. ما تيجي في بالي. ما قادر اتخيل ما عارفين انتوا ايش رايكم؟ تحسوا عادي صاروا رجال كده يقولوا احنا ما عدنا بنشتغل؟ مين اللي حيشتغل؟ من فين تجيبوا أكل؟ من فين تجيبوا شرب؟ من فين تدفعوا إيجار؟ من فين تدفعوا فواتير؟ إلا إذا أنت معتمد على مرتك في ذا الموضوع. هذا كمان هذه مصيبة عظمى. أنا بالنسبة لي مصيبة عظمى. Stop bitching
about your job. قول الحمد لله. والله قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في ناس كتير يتمنوا الصحة والعافية اللي عندك عشان يشتغلوا. شد إفاب. أي وظيفة طول ما هي حلال go ahead. ما تشرط خصوصا إذا كنت نيدي يعني في حاجة وظيفة ما في ما قد سمعت عن وظيفة كده كأنها ديزني لاند. والله حتى اللي اشتغلوا في ديزني لاند ترى يتعبوا. شغل يشغلك. من اليوم صاعدا ما نبغى نسمع شكاوي. ما ابغى اشوف انا في خلبتي رجال قاعد اتشكى. ما انترستد. ما موضوع ما هو ما هو مغري الموضوع. ما يدري مرة ما يدري. قساوة الموضوع أكثر من حسنات الموضوع. شوف أنا عندي يمكن لو عدى عليه ذاك الرجال بس اللي في الجيم كان مشكلة الموضوع يعني. بس هو ما شفت أحد غيره. بس بعدين نتكرر الموضوع كذا مرة. إيش خير إن شاء الله؟ إيش الحكاية؟ حاطين عينكم عليش أنا ماني فاهمة. في كنز متخبي أنا ما أدري عنه. ممكن تبغى تبطلوا تشتغلوا. دلوني عليه ستعرفوا. بس والله هذه حكاية اليوم. يلا خلاص شوفوا اليوم ما طولت عليكم. عشان نركز ما شاء الله التركيز عندي صاحي شويتين. يلا اشوفكم بعدين سلام.